انت سعيت وربنا حقق لك اللي انت كان نفسك فيه، بس اكيد مع التجربه دي بيكون في مخاوف شويه. يعني هروح اعمل ايه؟ طيب هشتغل ازاي؟ هبقى لوحدي؟ طب هتصرف ازاي برضو؟ يعني ده كل ده اكيد كان بيدور في دماغك وقتها. كل ده كان بيدور في دماغي وكان بيسبب لي خوف شديد، وجزء كبير منه حصل. يعني انا سافرت امريكا، يعني كنت 65 كيلو 67 كيلو كده كوزن. انا لما بدات اشتغل واجيب فلوس، ان انت لازم تصرفي على نفسك. انا اهلي ربنا يخليهم، بس يعني كانش ينفع ان هم يقدروا يصرفوا عليا هناك كقدره ماديه، كان صعب. انا افتكر بعد 5 شهور 6 شهور كنت بقيت 55 كيلو، مكنتش باكل، كنت بوفر في الاكل، باكل وجبه واحده في اليوم، ادور ارخص حاجه كلها عشان الايجار وعشان اعيش الحياه. صح، اعيش. موضوع الشغل، انا مسافر مهندس. انا وانا هناك الناس كانت بتقول لي مصريين وعرب، لا خلي بالك انت مش هتقدر، انت لازم تشتغل مثلا في فرن، تشتغل في بنزينه، تشتغل في حاجه زي كده. وانا كنت بقول لهم يا جماعه دايما، طب انا جاي من مصر مهندس والله، يعني انا يجي مني في مجال الهندسه يقول لي مش هتقدر، مش هتوصل. يعني كل الكلام ده اكيد، يعني غير ان هو كان بيحبطك، هو اكيد كان بيخليك خايف اكتر، لان كان ساعتها بقالك 5 شهور قبل ما تشتغل، 5 شهور انت لوحدك، مفيش شغلانه، مفيش اي حاجه. طب ما فكرتش جديدة. طب ما ارجع، يعني ارجع وهشتغل في شركه وزي الفل فكرت كتير، كان بيجيلي الشعور ده كتير كتير جدا. كنت بقول خلاص انا ايه اللي انا بعمله ده؟ طب اقول ان انا خلاص مرحله وعدت وفشلت، بس عشان انا كنت مستني فرصه. انا كل عايزه كنت عايز فرصه عشان ابدا، عشان اوري ان انا اقدر اعمل دوت. وافتكر يعني كان في يوم كان صعب قوي عليا، ان انا رحت اقدم في مكان بيعمل عصير يعني، وكنت اشتغل على مكنه البرتقال. انا اللي اعصر البرتقال، فالبنت بتشوف السي في بتاعي، قالت لي انت مهندس؟ قلت لها اه. قالت لي بتعمل ايه هنا؟ قلت لها جاي اشتغل. قالت لي احنا كلنا هنا طلبه في الجامعه وفي المدرسه. فقالت لي اه. قالت لي لا، يعني قالت لي مش هينفع. فتخيلي بقى ان انت كمان يعني انت عايزه تعملي حاجه، عايزه تجيبي فلوس باي شكل، ويتقالك ما ينفعش عشان السبب ان انا مهندس، اللي هو ولا كده نفع ولا كده نافع. بس الحقيقه الحمد لله يعني ان هي قالت لك مش هينفع، يعني هو ده تقريبا اللي خلاك تسعى اكتر في الحاجه اللي انت عايزها. الحمد لله في حاجات في حياتنا بتحصل بنفتكر ساعتها ان هي كانت ده، يعني الواحد بيبقى زعلان ومتضايق، بس انت ما تعرفش ربنا شايلك الخير فين. انا بعديها بشهرين كنت شغال مهندس، كنت متدرب في شركة، وقصة تدريبي دي قصة يعني. أيوة. لا.